السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن عملية انخراطة ان شاء الله. معانا المخرطة العامة بتتنطط اهيت. عملية انخراطة طبعا ليها مكنة اسمها مكنة انخراطة العامة. في انواع تانية، يعني في انواع مكن تانية هنتكلم عليها في اخر الفيديو كاسما بس، لكن الشائع والموجود في السوق دايما هي المخرطة العامة دي. فاحنا هنتكلم عن المخرطة العامة دلوقتي، وهنعرف الحركة جاية منين ورايحة فين وأجزائها وتفاصيلها والأسئلة بتيجي ازاي، وهنحل أسئلة كتير. تمام؟ طب أنا عملية الانخراطة دي بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي أجسام زي دي كده. يعني أنا لما أكون عايز أصنع ترس زي ده بعمله عن طريق عملية الخراطة وعمليات أخرى، بس خلينا في عملية الخراطة دلوقتي. أعمل ترس شبه ده كده، أو أشكال معدنية زي ما أنت شايف كده بالمنظر ده كده. كون دي حاجات انا عملتها بعملية الخراطة على المكنة. عايز اعمل حاجة زي كده، ماحة حدة مستقيمة اعملها من هنا كده، اقعد اكل منها كده، اعملها بالشكل ده، اعمل لها اقوس احز فيها حز كده، عايز اعمل حشبة كده، عايز اعمل كارفر سن رفيع زي كده، وهكذا يعني. تمام؟ جينا بقى نتكلم دلوقتي عن اجزاء الماكينة. اجزاء الماكينة انت عندك منهم 4 اجزاء اساسية او 5، لازم تكون عارفهم كويس، وفي اجزاء تانية. طيب خلينا نبتدي نتكلم عن الاجزاء كلها، وبعد كده نحدد الاجزاء الاساسيه اللي انت لازم تكون عارفها ونتكلم عنها بالتفصيل كمان. انت عندك اول جزء عندك اسمه الهيكل، اللي هي المنطقه دي كده، هو شام الهيكل. الهيكل ده هو فرش المكنه اللي المكنه كلها محطوطه عليه الاساس. بعد كده انت عندك في المنطقه دي منطقه اسمها منطقه التغذيه. المنطقه دي اللي بيجي منها الحركه، اللي بينشا فيها الحركه هي المنطقه دي، عن طريق بقى سيور وتعشيات وشوية حاجات الحركة بتبدأ، وممكن انت عن طريق المفاتيح ديت تتحكم في صندوق التغذية ده. بعد كده الحركة بتروح عندك، تطلع فوق سيكة كده عند صندوق ترش السرعات. صندوق ترش السرعات في المنطقة دي بيخليك تتمكن ان انت تغير في السرعات، تأجلها وتزودها على حسب الماتيريال اللي انت شغال فيه، لان في ماتيريال ما يستحملش السرعات العالية. تمام؟ وهكذا. فببدأ اجل سرعة عشان مخدشوش او بوظه. بعد كده انت عندك هنا كده الغراب الثابت. تمام؟ في المنطقه دي كده الغراب الثابت متركب عليه هنا حاجه اسمها الظرف اللي بتثبت في الشورنة. انت عندك هنا ظرف بيتحط بتثبت في الشورنة. احنا هنتكلم عنه دلوقتي بانواعه بالتفصيل وكل حاجه. عندك بعد كده هنا حاجه اسمها العربه، تركب على مزايا العربة والعربة مستعربة، الحاجات ديت شوية اسم وكاتب لك اساميهم وتقدر تبص عليهم. عندك حامل الاقلام في المنطقة دي اللي بيشيل القلم اللي بتعلم بيه في الشغلة او بتعمل بيه اللي انت عايزه في الشغلة. الشغلة بتتمسك هنا كده وبتبقى ممدودة وتبدأ تحرك دي كده وتشتغل زي ما انت عايز. وعندك هنا الغراب المتحرك بتركب على حاجة اسمها زومبا، هنعرف كل الكلام ده كويس دلوقتي بالتفصيل وبس كده. تمام؟ وعندك هنا المجاري ديت بيتحرك، المجاري دي مجاري بيتحرك عليها العربة اللي قدامك دي. طيب ايه هي الأجزاء الأساسية؟ الأول عندك أجزاء أساسية زي الغراب المتحرك، الغراب الثابت اللي هنا ده، الغراب المتحرك، العربة، حامل الأقلام. حاجات دي مهمة جدا لأنه بيسألك فيها في الامتحانات، بيشدك سهم عليها وبيسألك فيها. طيب تعالى نبدأ نتكلم نشوف الحركة جاية منين ونبدأ نتكلم أكتر بالتفصيل. تمام؟ حركة المخاطر، احنا ان انت عندك هنا صندوق ترسية. تمام؟ بيطلع فوق حركة صندوق السرعات في المنطقة دي كده، اقدر اغير السرعات عن طريق الازرع دي كده اللي طلعك بره. انت كعامل بتبقى واقف هنا كده وتقدر تتحكم في السرعات بيد دي او اي يد تشوفها كده، تعرف ان ديت منطقة بيكون فيها تحكم او تغيرات تقدر انت ايه تحرك وتتحكم. بعد كده انت عندك هنا صندوق السرعات بيدي حركة الغراب الثابت ده. بعد كده انت عندك ده الظرف بتثبت الشغل في المنطقه هنا كده، تطلع الشغل كده هنا مكان انا ماشي بالماوس كده. بركب في المنطقه ده حامل الاقلام بيمسك القلم في المنطقه دي كده، ابدا بقى الشغل طالعه وبتدور كده، بتدور هنا كده. تمام؟ واقدر اعمل اللي انا عايزه في الشغل بقى. عندك قصاده هنا من الجهه التانيه ده اسمه غراب المتحرك. ليه؟ انا بقدر افك المسامير دي واحركه قدام ورا. تمام؟ على المجرى دي كده. وبركب هنا حاجه اسمها الزومبا، او ممكن اركب حاجه هنا اسمها الموسكوب. الكلام ده هنعرفه كويس دلوقتي بالتفصيل، ولما تجمع الشبات القناه مع بعض تلاقي نفسك جمعت الكلام ده كله بسهوله. طيب كلام جميل، وعرفنا احنا حركه جايه منين، يبقى حركه جايه كده كده كده. تمام؟ والشغل هنا بيحصل، وانا ممكن احرك العربه ديت على المجاري دي كده. طيب تعال بقى نمسك
نبدأ نتكلم عن جزء جزء. احنا اول حاجة احنا قلنا عندنا الظرف اللي هو حركة بتبتدي منه، بتبقى ممسوك في الشغل. طب الظرف ده قلنا بيثبت الشغل ده. عندك اول نوع عندي اسمه ظرف ثلاثي، تمام. الظرف الثلاثي بيبقى ظرف ذو ثلاث فكوك، بالمنظر ده كده ثلاث فكوك اهوت، تمام. بيفتحوا ويقفلوا مع بعض. يعني انت هنا عندك مفتاح الانكي بتحطه في المنطقة ديت كده وتبدأ تلفه، التلاتة دول يتقعوا مع بعض. وفي نفس الوقت انت عندك نوع تاني بيتركب فيه مفتاح الانكين كل واحد لوحده. يعني بالمنظر ده كده، هنا مفتاح الانكي، هنا مفتاح الانكي، هنا مفتاح الانكي، بحس ان هو ايه اقدر احكم في كل واحده. اطلع دي شويه بره هنا كده، اطلع دي بره شويه، اقفل ده عليها، يبقى كل واحده بتتحرك لوحدها. يبقى انا عندي ممكن التلاته يتحركوا مع بعض، يفتحوا ويقفلوا مع بعض، وممكن كل واحد يتحرك لوحده. طيب بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في حاجه الشغلانات المنتظمة، يعني شغلة دورانية بالمنظر. انت عندك واحد اهو، جبت لك رسمة تانية، هو ماسك الشغلة بقى، ده التلات ظروف اهوت، والشغلة بتاعتي طالعة كده اسطوانية منتظمة. اقوم جاي رابط على التلات فكوك دولت يمسكوها كويس، وساعتها انا اقدر اشتغل. دي رسمة جي من الجنب، من الجنب كده رسمة اهيت، وده مفتاح الانكينج بتفك منه، تمام. وده البودي بتاعك، وده جياو اللي هو التلات فكوك. طيب كلام جميل. عندك بقى لو انا الشغل الاسطوانيه بتاعتي كبيره شويه بالمنظر ده، هعمل ايه؟ هقلب الازرق. مش انت شفت الظرف ده؟ هشيلهم خالص واشقلبهم. لما تيجي تشقلبهم هتقدر ان انت في الثلاث سلالم دول تحط حاجه اوسع، يعني زي ما انت شايف بالمنظر ده كده. كل اللي حصل هنا ان هو شارك الظرف ده خالص، وقام جاي قلبه ومركبه. بعد الحته ديت هي اللي بقت بره، ودي هي اللي بقت جوه، فقدرت ان انا اركب الشغلانه في المنطقه دي كده من بره كده، جو المنظر ده كده. يبقى ده ظرف معكوس، وده ظرف عادي، وده دايما شائع الاستخدام. ده دايما اللي بتشوفه على ماكينات الخراطة لما تخش الورشة أو في أي مكان بتلاقي ده، لأن هو دايما اللي بيستخدموه على طول ده. طيب عندك تاني نوع اسمه الظرف الرباعي. الظرف الرباعي ده بيبقى أربع فكوك، نفس نظام فكرة التاني بالظبط، بس ده أربع فكوك زي ما أنت شايف كده. اقدر احط مفتاح الانكي من هنا اهوت، اربع فكوك، واحد اتنين تلاتة اربعة، بحط الشغلة بتاعتي هنا واربط، واحد اتنين تلاتة اربعة، بحط كتاب كذا صورة اهو. بيستخدم في الشغلانات المربعة او الخماسية وهكذا، او بتكون غير منتظمة. المهم ان هي زي ما انت شايف الشغلانة مربعة اهيت. شوف هات الشغلانة ازاي ورابط عليها بالاربع فكوك عن طريق مفتاح الانكي ده. شكل ده كل واحد ليه مفتاح اهوت، يقوم جاي رابط كويس، تمام، وشغال في الشغلة بتاعتك زي ما انت عايز هنا كده. وكمان انا اقدر استخدمه ان انا عايز اروح مركز الشغلة ازاي بقى. يعني انت مثلا عندك الجسم ده كده اهو، السنتر بتاعه في النص ده، ده مركز الشغلة بتاعه. انا عايز اعمل في ثقب مثلا، طب وليكن انا عايز اعمل الثقب مكان الماوس كده، تمام. فالمفترض مني ان الميكروسكوب بيخش في السنتر في النص هنا، فانا عايز اخلي المنطقة دي هي اللي في النص. هعمل ايه؟ هفك دي ارجعها ورا شويه كده، واقوم جاي مدخل دي كده. فبالتالي انا رحقت، بدل ما كان السنتر الشغل هنا خليته هنا، وخليت المنطقه دي هي في النص هنا، فيجي المسكابي يخش يقوم جاي ايه ساقبها، او لو هعمل شغل اي حاجه، تمام. ف ده تعريف الظرف الرباعي مكتوبه زي ما احنا قلنا. عندك في حته كده كنت عايز اتكلم عنها على الشمال اهيت. انت عندك اي ظرف، سواء الظرف ده او الظرف الثلاثي اللي اتكلمنا قبله، ممكن يعمل بالضغط الهواء او بيعمل هيدروليكي او كهرومغناطيسي. ازاي بقى؟ ضغط الهواء يعني بدل ما انا بفك واربط بايدي، بضغط هواء بيفك ويتربط. او هيدروليكي بدل ما انا بفك بالهواء، تمام، بفك بضغط الزيت. طب وكهرومغناطيسي بالمغناطيسية وكده. فده كون موجود في الظرف الرباعي. فانت تخلي بالك من الرسمه كويس، عشان ممكن يجي في الامتحان يجيب لك رسمه ويقول لك إيه اسم ايه ده، وما الشقه ده موضحه امامك اسمها ايه او كده. عندك تالت نوع معانا ظرف الصينيه او الوجهيه. بيستخدم في تثبيت الشغلانات ايه الكبيره اللي هم منتظمه. ازاي؟ ده الظرف قدامك اهوت بالمنظر ده كده. ممكن احط الشغلة بتاعتي هنا في المنطقه دي كده، واربطها بمسامير، بطرق، بمسامير او بطريقه تثبيت زي اللي هنتكلم عليها في الجايه. بس المهم هيك عارف ان الظرف الصينيه بالمنظر ده كده،
تمام، عشان لو جه في الامتحان جاب لك الصورة ديت وقالك اسمه ايه، فانت عارف انه وزير في الصينية، وبيتم ايه بيتم ربط الشغلانات الكبيرة بواسطة ايه مسامير. عندك ظرف الجنبة، ظرف الجنبة ده هو موجود قدامك ده كده، نفس الكلام بيتفك ويتربط بقى من هنا. انت عندك كده هو مفتاح، يعني مفتاح الشركة ده بيتفك ويتربط بيه. عندك بيتحط الشغلانة هنا دولت التلات فكوك دولت بيفتحوا كده ويقفلوا على بعض، تحط الشغلانة ويقفلوا على بعض عن طريق ان انت بتربط رسمة تانية جاي اهوت ده مسقط من الجنب كده. انت عندك هو هنا في يقولك بيستخدم في الشغلانات ذات الأقطار، ذات الأقطار والأطوال الصغيرة، يعني القطر بيتركب شغلانة ذات أقطار أو أسطوانية، يعني بتطلع كده من المنطقة دي هنا كده عليا كده. يستخدم في الانتاج الكمي لأنه زيادة دقة على وقدرة. ما علينا ما علينا من الكلام ده، المهم تبقى انت عارف رسمته كويس، عشان بيجي في الامتحانات بيسألك في أشكالهم وكده، وانت بتبقى عارف رسمة كل واحد. عندك ده حاجة اسمها برضه ظرف جنبة القابض، لازم انت تكون عارفها. ظرف جنبة القابض ده بيجي في الامتحان يجيبك الرسمة دي ويقول لك اسمه ايه، فانت بتقول ان هو ظرف جنبة انقابض. احنا اتكلمنا على الجزء اللي هو هنا الجنبة وكده، وقلنا انواعها وكل حاجة عنها اللي هي في المنطقة دي كده اللي بتمسك الشغل. طب عندك جزء مقابل ده، قلنا ان الجزء اسمه الغراب المتحرك، ان هو انا اقدر افك المسامير دوت اطلعها قدام وارجعها ورا، يعني هو بيتركب عليه الزومبا من هنا. فانا خدت لك الجزء الواحد اهوت وخدته لك في جنبه وهكلمك عنه. ان الغراب المتحرك ده انا اقدر في المنطقه دي اركب عندك حاجه اسمها زومبا بتسند الشغل، يعني لو الشغله طويله تسندها من هنا كده، وممكن اشيل الزومبا دي واحط مكانها المسكاب اللي هو البونته بتاعت الثقب، واقدر اسكب اي شغلانه. تالت حاجة بس هتكون ثابتة وان هيتحرك الشغل، هي اللي هتدور والمسكب هيكون ثابت في الزومبا دي. تالت حاجة ممكن برضه اركب البرارة او الترويش، والحاجات دي هتعرفها كويس في الشابتر بتاعها ان شاء الله بتاع المسكوب. يبقى ده اول وظيفة ليه. يبقى بيقول لك الغراب المتحرك يستخدم في تثبيت الشغلات الطويلة زي ما انا قلت لك اثناء عملية القطع عن طريق الزومبا، وتثبيت اداء قطع في مسكوب او برارة عشان اقدر اعمل ثقب. تمام، كلام جميل جدا. طيب عندك الزومبا، الزومبا نوعين، يا اما زومبا حيه يا زومبا ميته، نفس الشكل اهوت. تمام، الاختلاف بس بيكون في الشكل ده، اعرفهم بس شكليا. نخش على الجزء اللي بعده. انت عندك دي عمليه، انت عندك المنطقه دي، في المنطقه دي كده عندك حامل الاقمار بيتركب في المنطقه دي. حامل الاقمار ده بيمسك قلم اهو، انت عندك ده حامل الاقمار اهوت جايب لك صوره، وده قلم اهو، ودي شغلة متثبتة هي اسطوانية في المنطقة دي كده، شغلة اسطوانية زي ما انت شايف اهوت، ممسوكة في الظرف، ادي الظرف بتاعك اهوت قافل عليه، الشغلة الاسطوانية طالعة اهي. الزومبا هنا هيت لسه شايفينها هيت، متثبت الشغلة ما بينها، وعندك القلم اهو بيعمل عملية خراطة. كان في الفيديو ده ان الفيديو ده كانت الشغلة دي بتدور كده والقلم عمال يخرط فيها اهوت زي ما انت شايف، وبيطلع رايش بره. طيب عندنا تاني جزء بقى اسمه العربة، اللي هو كان ماسك القلم الصغير اللي احنا لسه شايفينها من شوية. العربة دي اللي في المنطقة دي جاية هنا، اللي عمالة تنزلق على الحديد ده كده، عمالة تروح شمال ويمين. طيب العربة دي متركب على الأجزاء دي كلها، العربة المنزلقة والعربة المنزلقة المستعرضة والمنزلقة العليا زي ما انت شايف كده، حامل الأقلام. فانت هيك عارف شكلها زي ما انت شايف كده، عشان يجي في الامتحان يقول شهادتك سامع عليها ويقول لك دي اسمها ايه، فانت عارف انها العربة. طب وحامل الأقلام الشكل بتاعه بيبقى بالمنظر ده زي ما انت شايفه، بيبقى بالمنظر ده قلم بيتثبت هنا كده، أو ممكن أثبت هنا أو هنا زي ما انت شايف. تعال نخش هنا بقى على أنواع الأقلام. انت عندك شكل القلم اللي احنا لسه شايفينه كان بيخرج دلوقتي، الأشكال دي كلها ليه، هو بيبقى بالمنظر ده كده، هو بيصنع من صوب التنجستين، هنعرف بيصنع من ايه في شفتر معين كده تبع المواد، بس خلينا دلوقتي نشوف شكل القلم بالمنظر ده كده اهو. الماتيريال بتاعته بتكون اقوى من اي معدن بحيث ان هي ما تتهلكش او ما تتكنش بسرعه. انت عندك نوعين من القلم، يا اما قلم بيبقى منحني بالمنظر ده كده، يا قلم مستقيم عدل. يبقى انت عندك نوعين، يا اما منحني يا اما ايه قلم عدل. قلم الخراطه جنبي شمال، بيبقى جنبي شمال عشان بيقطع من ناحيه الشمال، قلم جنبي يمين عشان بيقطع من ناحيه اليمين، ده منحني يمين وده منحني شمال. دي حاجات مبدئيه كده انا جايبها على شغل عشان تشوف الدنيا ماشيه ازاي. ادي القلم ودي الشغله بتاعتك اهي، بتدور مثلا والقلم بياكل فيها خلال الشغل اسطوانيه بالمنظر ده كده هنا كده. الاقلام بقى لها انواع،
عندك كام نوع؟ عندك، خلينا نبدأ واحدة واحدة عشان أنا مش عارف أعدهم. عندك واحد على قلم الخراطة العادية، قلم الخراطة العادية اللي هو القلم بيبقى بزاوية كده، الزاوية دي بتتراوج من 45 ل 75. عشان أعمل زي ما أنت شايف كده، أعمل خراطة للشرنجة بالمنظر دي. الشرنجة بتدور، هو ده سهم الدوران بتاع الشرنجة، وده سهم التغذية، إن أنا ماسك القلم كده وبمشي فيه في اتجاه الماوس كده على الشمال، ودي الزاوية بتاعت القطع بتاعت القلم زي ما أنت شايف يعني. عندك تاني نوع اسمه قلم خراطة جنبية، أنا تاني كاتبهم لك فوق بالترتيب اهوت عشان تبقى مجمع معايا بيه. قلم خراطة جنبية بيكون دايما زاوية 90 مع الشغل زي ما انت شايفه، زاوية 90 اهي القلم، والشغل برضه بيدور كده، والتغذية أنا بمشي بالقلم كده زي ما انت شايف، وهو كاتب لك إن الأرض هنا 90. وتالت حاجة عندنا بقى القلم خراطة الترفيه، اللي هو بيديك الشكل ده. القلم بالمنظر ده بيبقى بزاوية كده معينة، الشرنجة بتدور كده، انت بتبدأ تخش من هنا كده في الشرنجة بحيث ان هو يكون لك الشرنجة بالمنظر ده كده، مع دوران بقى يديك ايه الشكل ده داير ما يدور كده في الشرنجة. هو الفكرة من انواع الاقلام ان هو بيختلف بس الشكل بتاعه حسب انا عايز ايه من القلم، هيعمل لي ايه في الشرنجة لما اجي ادخله في اي حتة حديدة، هيديني شكل عامل ازاي. طيب انت عندك رابع نوع بقى هنا، ده قلم الخراطة بتاع المجاري او التجويف، يعني دي كانت حتة كاملة كده وانا عايز اعمل فيها تجويف بالمنظر ده، هلف على خيط، هلف على حاجة، انا بديك مثلا يعني تمام. فانت عايز تعمل في النص فاضي، فبالتالي انا بخش بالقلم ده كده والشرنجة بتفضل تدور، وافضل اكون الشرنجة ايه على محيطها كامل تمام. طيب عندك القلم اللي بعده قلم قاطع، يبقى نفس الشبه ده بس هتلاقيه رفيع عشان بقطع الشغل نصين، بفضل اخش لحد ما تتقطع زي ما انت شايف كده. القلم بقى اللي هو رقم واو، ده قلم خراطة داخلية، بيبقى بالمنظر ده. لو انت عندك الشغل ده كده فيها ثقب من جوه، فانا عايز اعمل الثقب بدل ما يبقى زاوية قائم، لا انا عايزه يبقى بالمنظر ده كده، فبضطر استخدم القلم ده كده، اخش بيه والشغل بتدور فيديك المنظر اللي انت شايفه فوق ده. عندك برضو القلم ده قلم خراطة داخلية، بس نفس بيخليك بس الزاوية قايمة بس بدل ما تبقى مايلة كده، يبقى الاتنين دول قلم خراطة ايه داخلية. ده قلم أرووز خارجي زي ما انت شايف كده، دي كانت شغلة وانا عايز اعمل فيها أرووز، فبالمنظر ده القلم بخش بيه كده والشغلة بتقدر تدور، والأرووز ده ايه اتعمل عشان اربط عليها موجة او حاجة. ده برضو قلم أرووز بس داخلي، فانت لازم تبقى عارف شكل الرسمة كويس عشان بيجي مثلا يجيبك اي رسمة من دي في الامتحان وانت بتكتب له قلم أرووز داخلي هكذا. يبقى ده قلم أرووز داخلي زي ما انت شايف كده، بعمل اي أرووز من الداخل بالقلم بالمنظر ده كده، بيبقى منحني وتخش وكده، الشرنجة بتدور وتمشي كده تغذي، والأرووز الداخلي يتعامل معاك عشان لو هربط فيه مسمار. ده قلم تشكيل زي ما انت شايف كده، ده عشان اشكل الشرنجة بتاعتي، بيبقى القلم شكله متشكل بالمنظر ده كده بالشكل ده كده. فانا طبعا بحط الشغلة وبفضل احط الشغلة وبفضل امشي بالقلم كده، فالقلم يديني الشكل اللي انت شايفه ده كده، اخش كده اغذي بالقلم كده والشغلة بتدور، فبفضل اكون في الشغلة لحد ما تديني الشكل اللي انت شايفه ده في الشغلة بتاعتك. الشغلة بتاعتك هي البيضة. ده بيقول لك يعني تخش ازاي يعني بالقلم بزاوية معينة، بس احنا هنعرف الكلام ده دلوقتي بالتفصيل يعني. ده برضه قلم تشكيل. وفي علمك انا ممكن اعمل الحركه ديت من غير القلم ده بقلم معين، افضل اخش كده انسيابي كده، لو انا عامل يعني لو انا بشتغل على مخاطر كويس وعنده خبره فيها، ممكن بقلم زي ده هو اقدر اعمل الشكل ده، خلينا نقول اقوم جاي داخل شويه، ببدا ارجع شويه كده وانا ارجع بالقلم واحده واحده، بعد كده جيت لحد هنا ابدا اخش كده بالقلم كده لحد ما اعمل الشكل ده، بس لو انا محترف وانا بستخدم المخاطر. طيب احنا كده عرفنا اشكال القلم دي. زوايا قطع القلم، ايه هي زوايا قطع القلم؟ انا شفت الشرنجة، الشرنجة بتاعتي اهيت، انا بشايفها من الجنب دلوقتي تمام، وماسك القلم بتاعي وداخل فيها كده زي ما انت شايف كده، فانا بخش بزاوية معينة يعني بالنسبة لمحور القلم اهو، بالنسبة لسطح الشرنجة كده في زاوية معينة لازم انا اخش بيها مظبوط. طب دي الشرنجة من الجنب يعني، دي زي ما انا شايفها من رأس من ناحيتي كده، بالجنب من هنا هي نفس الشرنجة دي، بيقول لك وانت داخل يعني ديك 3 زوايا اهوت زي ما انت شايف، بس خلينا نتكلم على ده عشان دي اوضح شويه. انت عندك 3 زوايا، زاويه اسمها انفا، زاويه اسمها بيتا، زاويه اسمها اي حاجه بقى، شوف اسمها زي ما تسميها، المهم ان هما زاويه 90 كده تمام. دي اسمها زاويه الجرف، دي اسمها زاويه الجرف تمام.
دي زاوية الخروص اللي هي المنطقة دي، دي زاوية العدة نفسها. في حاجة عندك اسمها زاوية قطع، بجيبها من هنا كده اهو، من النقطة دي كده، سوري، بجيبها من النقطة دي كده كده، يعني محور القلم ده من محور القلم لحد تحت، دي اسمها زاوية انقطاع. طيب انت عندك دلوقتي، احنا اتكلمنا على 3 زوايا، هو لو قال لك انا عايز زاويه القطع، انا قمت من هنا كده لحد هنا كده، دي زاويه القطع، يبقى زاويه القطع بتساوي زاويه العده او الاداء زائد زاويه الخروج تديك زاويه القطع. كلام جميل. طب انا بقى لازم لما اجي اخش بكلام، لازم اخش الزوايا دي تكون مظبوطه بالتقدير اللي هو كاتبه ده. ليه بقى؟ انت عندك هنا القلم اهوت، لو انا جيت دخلت بالقلم تحت المحور زي ما انت شايف كده، فبالتالي الرايش القلم ممكن يقلش منك، يعني انا لو مسكت بالقلم تحت كده وانا داخل، ممكن القلم يقلش منك يطلع فوق او يطرمج الشغلة ما يخليهاش مظبوطة. طيب انا لو جيت طلعت بالقلم فوق المحور بالمنظر ده، محور الشغلة، جيت دخلت بالقلم فوق المحور هنا، فالقلم هيبقى بالمنظر ده كده زي ما انت شايف هنا كده عند الماوس كده، فهتجي الرايش تراكم، فبالتالي هيسنلي، هيبوظلي السن بتاع القلم بتاعي من كتر تراكم، هيعمل له إعاقة هنا، وكمان ممكن يخرم لي الشغلة يخليها مترمى كده. مش، فأنا لازم اكون داخل بالظبط على محور محور الشغلة الشغل زي ما انت شايف هنا كده بالزاويه زوايا معينة دي اللي الاكبر بيها والجاما، عشان ما يحصلش عقد الرايش يطلع انسياده لفوق. كده، ومن الشغل عندك ما تقلش وتكون بانتظام في الشغل. انواع الخراطة بقى هناخدها نوع نوع بالرسمة، انت تركز جدا في نوع الخراطة ده، عشان هو بيجيبك رسمة زي دي كده ويقول لك نوعها خراطة ايه. فلما يجيب لك رسمة زي دي كده، دي اسمها خراطة طولية. حركة القلم بتكون زي ما انت شايف كده، القلم بيخش كده والتغذية بتكون كده، والشغلة بتاعتك بتدور كده. طيب حركة القلم بتبقى كده، والمحور بتاع الشغل زي ما انت شايف هو ده كده. فبالتالي انت عندك الحركة بتاعت القلم، هو بيقول لك هنا حركة القلم موازية المحور ايه، دوران الشغل. طيب انا جه سميت دي خراطة طولية، لأن أنا عايز أقلل سمك الشغل بتاعتي افضل ماشي بالقلم كده واحدة 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 لحد ما اكون من سمك الشغل، اقلل السمك، اقلل السمك ده كده. فبالتالي انا سميتها خراطة طولية، عشان انا كنت بطول الشغل بفضل ماشي كده، بمشي بكون بطول الشغل. عندك حاجة اسمها خراطة القطع. خراطة القطع الجواب بقى رفيع، انا مقاطع احنا قلنا اتكلمنا عنه دلوقتي، بخش اقطع في الشغل بتبقى رفيع بالمنظر ده، فدي اسمها خراطة ايه؟ قاطع عندك خراطة الوجهية، دي انا بقلل وجه واحد من الشغل. عندك حاجة اسمها خراطة وجهية. الخراطة الوجهية دي انا قلت لك بيكون من وجه واحد من الشغل، يعني مثلا الشغل كطوها كده لحد هنا كده بالمنظر اللي انت شايفه ده كده، كطوها لحد هنا كده، فانا بكون منها عشان اقلل الطول بشيك ده كده، فانا بكون من وجه واحد، فعشان كده سميتها خراطة وجهية. يبقى حركة القلم بتكون عمودية على محور ايه؟ الشغل. انا بكون كده، بخش كده، انا الاول كنت بمشي هنا كده عشان انا عايز اكون بطول، انما هنا انا عايز اكون وجه واحد بس، بفضل اخش كده استقامة كده لحد ما ايه، ارفع الوجه الواحد ده عن الطول بتاعه. يتم تحريك المنظار عشان او يدويا نحو مركز الشغل. انا ممكن اتحكم في حركة القلم يا اما يدوية بايدي يا اما آلية، يعني تشتغل لوحدها كده، يعني ادي امر بتاعه وتشتغل لوحدها المخاطر. طيب تعال نشوف الانواع التانية. تمام، عندك اول حاجة هنا خراطة داخلية. قلم زي ما انت شايف كده بعمل خراطة من الداخل، بيبقى بالشكل ده كده، ده الشغلة من جوه، بدخل القلم الشغلة بتدور كده وبعمل تشكيل من جوه. ده حاجة اسمها ثقب، الشغلة بتاعتك اهي، بعمل ثقب بالبنطة كده، بغز كده. عندك في حاجة اسمها ترتلة زي ما انت شايف كده، بيبقى الشغلة بتاعتك بخشنها من بره، يعني من الآخر معناها تخشين من بره، بخشن الشغلة بحيث ان انا لو همسك كمقبض ولا حاجة تبقى قوية. تمام، عندك حاجة اسمها خراطة تلوث خارجي زي ما انت شايف، انا بعمل تلوث خارجي بقلم اهوت، بغز كده وافضل الشغل الدور كده، السهم ده معناه التغذيه، دوران الشغل اقصد. بعد كده انت عندك ده خراطه ارؤوس داخلي، الداخل بعمل ارؤوس، تلاقيه بالمنظر ده كده، شكل ارؤوس كده يبان معاك في الرسمه. عندك خراطه طوليه، ده نفس زي اول نوع خدناه بالظبط، بس الشكل مختلف. عرفت منين ان هو خراطه طوليه؟ قلنا الشغل بتدور كده، التغذيه بتكون كده، معنى كده ان انا ماسك القلم ده وبمشي فيه على الشمال كده، فبقلل السمك بتاع الشغل بالطول، فعشان كده سميتها خراطة طولية. عندك حاجة اسمها خراطة المسلوب. طيب خراطة المسلوب دي جايه بالمنظر دي كده،
لما جاء الشكل ده عندي كده في الامتحان اعرف ان دي حاجه اسمها خراطه مسكوب، شغله بالدور كده، وانا بخش بالقلم كده بزاويه معينه، تمام. فهو بيقول لك هنا حركه القلم بتكون مائله بزاويه على محور الدوران الشغله، زي ما انا قلت لك انت بتخش بزاويه معينه كده بتكون بزاويه مائله كده، تقع عامل مسكوب اماجه الرسمه، وتتم يدويا للشغل الصغير. الرسمه دي اللي هي بتمسك فيها القلم، من احنا قلنا متركبه على عربه، بيقول لك يدويا للشغلات الصغيره، زائد زومبة الغراب المتحرك للشغلات الطويله. طبعا بستخدم الزومبة من الجهه الثانيه عشان لو هثبت شغلات طويله. تالت حاجه بستخدم قلم مائل يحتوي على نفس زاويه المسكوب. شوف قلم معين مائل يحتوي على الزاويه اللي انا عايزها بتاعت المسكوب اللي انا هعمله جوه ده شكل المسكوب. عندك حاجه اسمها خطه تشكيليه بتديك الشكل ده، انا عايز اشكل حته حديده بالشكل ده كده، فبستخدم بقى على خراطه تشكيليه، بيبقى القلم كده وبخش كده. لو انا فني وعايز اعملها، السهم ده بيوضح لك ان انت واحد مسكت قلم واحد ودخلت كده، بعد كده فضلت تنزل شويه بالقلم، انزل شويه بالقلم، رجعت شويه بالقلم لحد ما عملت الشكل. ممكن انا بقى اجيب قلم جاهز يعمل لي الشكل جاهز على طول، اول ما ادخله على الشغل يكون هذا بالشكل اللي انا عايزه. عندك انواع مخارط بقى، خد عنها فكره. انواع المخارط، عندك المخارط النسخه بتبقى بالمنظر ده كده، عندك المخارط الوجهيه، انت خد اعرف بس اساميهم وخليك عارف ان في انواع مخارط تانية مش العامه بس، احنا اتكلمنا على العامه عشان هي الشائعه في السوق. عندك المخارط البرجيه زي ما انت شايف، هما كلهم بيأدوا نفس الهدف، يعني الفكره ان في تصميم شركات مختلفه وكده. ديت المخرطه الرأسية الكبيرة بتبقى كبيرة جدا، تمام، زي ما انت شايف حجمها كبير قوي، حتى شوف حجم العامل صغير ازاي بالنسبة للمخرطة، يعني بسم الله ما شاء الله. يعني المخرطة الخاصة بتبقى بالمنظر ده كده، عمود كرنك مختلف بتديك أشكال خاصة معينة كده، حاجات سبيشال كده. المخرطة الأفقية الكبيرة بتبقى مخرطة زي ما انت شايف كده، بتبقى أفقية بالمنظر ده، عريضة كده كبيرة، ده عشان أعمل عليها شغلانات كبيرة زي ما انت شايف. شوف المخرطة، شوف العامل واقف قد ايه، طلع على سلم مخصوص عشان يخبط العامل في الكه، تشوف دي الشغلة مثبتة قد ايه، مثبتة بالمنظر ده، غراب اهوت زي ما انت شايف، زي غراب مثلا الشغلة مثبتة اهي. خش بقى على حاجة الحديثة جدا، عندك مخارطة الحاسب الآلي CNC. المخارطة ديت بتديك شغل بتقنية عالية جدا. المخارطة دي عبارة عن ايه؟ برضه الشغل بتتثبت هنا مفيش مشكلة، وان عندك قلم بيتركب هنا، ده كمبيوتر بتدخله بأكواد مثلا، انت عايز تعمل ايه؟ تدخله اللي انت عايز تعمله في الشغل وتثبت الشغل بتاعتك بقى، هو يتعايش بقى، تتعايش مع نفسها، تعمل كل اللي انت عايزه، تمام. وهي بتديك تقنية وجودة عالية جدا، بس المشكلة ان هي غالية جدا، فعشان كده مش منتشرة. ناخد شوية أسئلة مع بعض ندردش فيهم. عندك مثلا اول سؤال بيجيب لك المخرطه كده في الصوره في الامتحان، يقول لك ما هو اسم المكنه الموضحه. طبعا دي مخرطه عامه مفيش كلام، هي لو مديك اختيارات بين المخارط فهي مخرطه عامه، اما لو مديك اختيارات الفريزر والمسكاب والموضوعين هنتكلم فيها ان شاء الله يبقى مخرطه ان شاء الله. عندك بيقول لك ما اسم عمليه الخرطه الموضحه، ما احنا قلنا ده عمليه خرطه تشكيليه اتكلمنا عنها، جابك الصوره هو بتغذي كده بتديك الشكل ده، يبقى خرطه تشكيليه رابع واحده دي. طيب كلام جميل. عندك السؤال اللي بيقول لك ما اسم العمليه الموضحه امامك، فاحنا دلوقتي بنقول احنا ما دام هناكم من جنب وجه واحد، شفت انا داخل هنا انا ما بصيتش اصلا على الاختيارات، انا بحل معاكم اكن في الامتحان، انا من النوع اصلا اللي ما بعرفش احفظ، انا بفهم. وطب انا ما دام كنت كده دخلت كنت من وجه واحد، انا قصرت طول الشغل بالمنظر ده كده، انا داخل كده، يبقى انا عمال اكون كون الزياده دي لحد ما هشيلها خالص، فانا جيت سمك الشغلة من وجه واحد، فعشان كده اسمها خطوة وجهية، كانت من وجه واحد، فهو عند خطوة وجهية واختارها على طول. طبعا انا قلت لكم الشكل ده خليكم عارفينه، ظرف الجنبه بتاع الكوفيد، ما اسم ادوات تثبيت الشغل الموضحه، ظرف ثلاثي رقه اربعه رقه، ظرف الجنبه الكوفيد، اختارها على طول. طيب ما وسائل تثبيت الشغل على المخاطر؟ احنا قلنا احنا بنثبت بايه؟ قلنا ما جبناش ولا صيغه المثبتات الضاغطه ولا المنقله ولا الظرف الثلاثي، تالت حاجه احنا جبنا صيغه الظرف الثلاثي، احنا بنثبت بالظرف الثلاثي والرباعي وهكذا والصينيه والكوفيد، يبقى الظرف الثلاثي. يصنع فرش ماكينات انقطع المادة، فرش الماكينات دي بتبقى جوه المكنه، تمام، فاحنا بنصنعها من الحديد الظاهر، لان الحديد الظاهر بيتحمل الصدمات والاجهادات وكده. تتم حركة القطع الرئيسية، حركة القطع الرئيسية في المخاطع عن طريق احنا بنقطع عن طريق دوران الشغل،
مش احنا قلنا ان الشرنقة بتدور وانا الالم بتاعي ثابت؟ يعني حركة القطع الرئيسية جاية منين؟ من دوران الشرنقة. تتم حركة القطع الرئيسية في مقاطعة عند طريق دوران الشرنقة. تتم حركة القطع الرئيسية في مقاطعة عند طريق في ايه يا جماعة؟ حركة دوران الشرنقة. تستخدم رسمة السرة بالمخاطة في عمل خراط المسكوب. رسمة السرة دي هي موجودة على العربة دي بتخليك تقدر تعمل زوايا للقلم، فعشان كده احنا ما بنحتاجش الزاوية الا في المسكوب بس فقط. الداخلية ما بنحتاجش فيها زوايا ولا الطولية ولا كده، محتاج الزاوية بس في المسكوب. بص الأسئلة دي أنا هجيبك على دلوقتي، بس أنا جبت لك الرسمة دي مش هتبقى موجودة معاك في الامتحان، أنا جبتها عشان أوضح حاجات وإحنا بنحل. يجب أن يميل السطح السفلي للأداة. أنت عندك السطح السفلي دي الأداة بتاعتك أهي داخلة، السطح السفلي بتاعها هو تحت ده، فأنا بالتالي لما أميل تحت يمد الشرنقة بتاعتي ده عشان إيه؟ عشان الرايش بتاعي يطلع مظبوط. فهو بيقول لك هنا هنساب الرايش، فده الصح نختار بتاعنا. عندك يا بتاعنا الشرنقة، بالعكس أنا بقترب بالشرنقة، يمنع الاحتكاك، ده انا بزود الاحتكاك بمايل على الشرنة، انت فاهمني؟ فبي فهستبعد بي وسي هتبقى انسحاب الرايش. طب بيقول لك ايه هو هي الزاويه المحصوره بين السطح العلوي للاداه والعمود المقام على الشرنة؟ ده سطح العلوي للاداه وده العمود المقام على الشرنة، يبقى بالتالي الزاويه دي انا قلت لك اسمها زاويه ايه؟ زاويه الجرف. يبقى فين زاويه؟ يبقى زاويه الجرف هي الزاويه المحصوره بين السطح السفلي للاداه وسطح الشرنة. ده السطح السفلي بتاع الأداة وده سطح الشرنقة، تلاقي دي اسمها زاوية الخروج، هتبقى زاوية الخروج. طيب هي عملية تخشين الأسطح لسهولة القبض عليها، أنا قلتلك ده عملية الإيه؟ الترتر، إن أنا بخشن الشرنقة عشان لو همسكها أو حاجة. شكرا.